السلام عليكم ورحمة الله إخوان، مرحبا بكم دائما في قناة ديال طا أنفون للمعلوميات. كنعتذر على هذا الغياب الطويل اللي غبت عليكم هذه المدة هذه، وذلك كان خارج يعني عن إرادة ديالي، يعني كانت ظروف خاصة للعمل. جيت إن شاء الله الرحمن الرحيم اليوم وبغيت نتعرف معكم على الطريقة ديال استعادة كلمة السر للبيوس ديال الحواسيب. من ضمن هذه الحواسيب جبت لكم اليوم سامسونج سيري 5 الترا، اللي غادي نشوفوا مع بعضياتنا كيفاش غادي نرجعوا كلمه السر ديال البيوس. على بركه الله نمشيو كنديروا ديماري، نحاول ندخل الاقلاع اف 2. هنا طلب مني ندخل كلمه السر، انا كلمه السر ما عنديش، نسيت عليها مثلا، لان هذا هو المشكل اللي كيعاني منه العديد من الاصدقاء. اما كيقتني حاسوب من عند شي شخص، وبالتالي تيتفاجئ على ان فيه كلمه سر، وبالتالي ما كيقدرش يدخل البيوس لانه غير يقدر يبغي يغير فيه بعض المعطيات ديالو كالاقلاع الى اخره. او لا، كيقدر يكون دخل كلمه سر وكينسى عليها، كيف ما كنتو لاحظوا معايا هنا ما قدرش ندخل، تيقول لي دخل كلمه سر، ما عنديش كلمه سر. غنحاول ندخل في التالي، غادي يعطيني ندخل واحد الكود. من بعد ما كناخدو هاد الكود هذا اللي هو كالتالي، اللي هو كيف ما كتشوفوا معايا هنا في الصورة، اللي هو 56 89 8 C 66 34 D4. حد هنا منحتاجش دوك الأصفار لأن تكون تكميلية، عادة تكميلية. كاين الحواسيب اللي مازال فيهم أرقام أخرى تبقى عادة تكميلية. غادي ناخد داك الكود وغنمشي للهاتف ديالي او لا حاسوب اخر اللي غادي ندخل منه المتصفح. هنايا مثلا كندخل هذا الموقع الاسم ديالو بيوس ماستر اللي كتشوفوا معايا في الصوره هنا، بيوس تيري بي دبليو في بوا اورك. وندخل هذاك الكود في هنايا في هذه الخانه هذه، نجي نكتب هذاك الكود هنا على الشكل هذا، اللي هو 5 6 8 9 8 C 6 6 3 4 D 4. ندير هنا يعطاني سامسونج، يعطاني الاسم ديال الحاسوب اللي عندي اللي تابع لهذا الكود هذا، هذا الرقم تسلسلي. قال لي ممكن تستعمل من 1 حتى 5، فهنا كان باسورد بسيط، وبالتالي كان بالامكان ديالي نجرب الا ما خدمتش ليا هذا، ممكن كان ديالي نجرب اكواد اخرى اللي هما كالتالي كيف ما كتشوف من هاد 1 حتى 5. انا غادي نجرب هاد من 1 الى 5 ونجرب. هنا كتعين عليا فورسي عليا باش يعاود يرو ديماري، غادي نكليك مطول. نعاود ديماري، اقلع من البيوس اف 2. نجرب الكود اللي هو عندي 1 2 3 4 5 وانتر. الى هنا الامور جيدة، يمكنك حذف الباسورد او التغيير على البيوس كما تريد. وهذه هي حلقة اليوم، وهذا كل ما جاء فيها. ان شاء الله الرحمن الرحيم في فيديو اخر وفرصة اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم، ودمتم في رعاية الله.